كندا هي الدولة الثانية من حيث المساحة في العالم. يحيط بكندا 3 محيطات فيها مناطق جبال عالية تضم أنواعا مختلفة من الغابات براري واسعة تنتشر فيها التندرا القطبية مرورا بعدد لا يحصى من الأنهار والسواقي والبحيرات. كندا غنية بمواقعها السياحية. عاصمة كندا أوتاوا، من بين المدن الكبرى الأخرى تورونتو، مونريال، فانكوفر وكالجاري. كندا ديمقراطية برلمانية من فئة الأنظمة الملكية الدستورية، السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء الكندي، السلطة التشريعية بيد برلمان ذي غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. العملة هي الدولار الكندي. اقتصاد السوق الكندي يتضمن 3 قطاعات رئيسية: الخدمات، الصناعات الانتاجية والموارد الطبيعية. في كندا 3 شعوب مؤسسة: السكان الأصليون، الناطقون بالفرنسية والناطقون بالإنجليزية. اللغتان الرسميتان الإنجليزية والفرنسية. اللغات 5 الأكثر استخداما عند الكنديين: الإنجليزية، الفرنسية، البنجابية، الصينية والكنتونية. خلال القرنين الماضيين غير وصول مهاجرين جدد إلى كندا وجه كندا وطريقة العيش، ما حول المجتمع الكندي إلى مجتمع متعدد الثقافات. يتعايش جنبا إلى جنب مجموعات إثنية ودينية متعددة من أصول ولغات أصلية مختلفة. في السبعينات كان غالبية المهاجرين من بلاد أوروبية، وبعدها أصبحت غالبيتهم من دول آسيوية. تورونتو هي المدينة الأكثر كوزموبوليتانية بين المدن الكندية.